لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب الصحفي عز الدين إبراهيم. أهلا بك سيدي. أهلا بكم. أبدأ معكم من تغريدة سامي أبو زهري على موقع تويتر حول أن حماس لن تسمح بتمرير صفقة القرن. إن كان هذا هو الموقف الرسمي لحركة حماس، لماذا لا تصدر بيانا مباشرا وعلنيا تعبر فيه عن ذلك؟ يعني حماس عبرت عن ذلك ببيان رسمي في أكثر من مرة، يعني هو استمرار ما صدر عن السيد أبو زهري، هو استمرار لمواقف حركة حماس وفتح وكل الفصائل الفلسطينية. أصدرت بيانات رسمية مباشرة قبل تقريبا عام أو أشهر من هذا الموضوع، وصدرت هذه البيانات بشكل واضح لا يحمل أي تفسير آخر برفض هذه الخطوات ورفض أي ترتيبات من الإدارة الأمريكية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. فبالتالي هناك بيان رسمي صدر عن حماس وغيرها من الفصائل. نعم، هناك من يرى أن هذه التغريدة جاءت كرد على الهجوم الذي تعرضت له حركة حماس بعد الدعم المالي الذي تلقته من إحدى الدول العربية. إلى أي مدى تعتقد أن هذا الدعم يهدف إلى فصل قطاع غزة كما تقول فتح في هذا الصدد؟ لا، هو الدعم القطري أولا هو تم بموافقة فتح، يعني فتح والرئيس محمود عباس من خلال اتصالاته مع المصريين أعطى الموافقة على أن يصل الدعم القطري إلى غزة ضمن ترتيبات معينة. هذا الدعم لا يمكن أن نضعه في إطار سياسي أو في إطار إنساني لتخفيف المعاناة التي يمر بها الفلسطينيون في غزة، وتحديدا قطاع الموظفين المحروم من رواتب وبفعل إجراءات السلطة الأخيرة. فبالتالي هو إجراء إنساني من قطر، وهو أقل الواجب المطلوب من كل الدول العربية وليس من قطر فقط لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. فبالتالي وضع هذا الكلام أو وضع هذا الإجراء القطري في سياق سياسي باعتقادي هي محاولة لتشويه المقاومة الفلسطينية بشكل عام، ويعني تنصل محمود عباس والسلطة الفلسطينية من مسؤوليتها الحقيقية تجاه غزة وموظفيها. يعني كان الأحرى بمحمود عباس والسلطة الفلسطينية بدل أن تنتقد أي خطوات لتخفيف هذا الواقع المرير في غزة أن تتحلى بالشجاعة وتتحمل مسؤوليات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذين يحرم غالبيتهم من غزة من حقوقهم الأساسية، وهو يعني الراتب الذي يعني يتقاضون أعمالهم في مؤسسات السلطة المختلفة. نعم، إلى أي مدى ترى أن صراع الفلسطيني الفلسطيني يسهل الطريق لتمرير صفقة القرن؟ يعني لا نتحدث، يعني انا لا افضل كلمه صراع، هنالك انقسام سياسي لا شك، لكن ليس هنالك صراع، هنالك انقسام، هنالك خلافات سياسيه حاده. باعتقادي استمراره يضعف من حاله الصمود الفلسطينيه ويضعف من اي فرصه فلسطينيه وعربيه لمواجهه هذه الصفقه. الوحده بلا شك يعني ومتانه الجبهه الداخليه الفلسطينيه هو يعني وسيله اساسيه في مواجهه اي ترتيبات امريكيه واسرائيليه تهدف الى تصفيه القضيه الفلسطينيه. فبالتالي لا شك ان استمرار حاله الانقسام هي حاله سلبيه وصفحه سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني يجب ان تنتهي في اقرب فرصه. برايك ما هي العقبات التي تحول دون تحقيق هذه المصالحه بين اكبر فصيلين في القضيه الفلسطينيه؟ يعني العقبه الاساسيه تتمثل عند السلطه الفلسطينيه باعتراف المصريين واعتراف الفصائل الفلسطينيه كلها. الفصائل الفلسطينيه باستثناء طبعا لا نتكلم عن حماس، نتحدث عن الفصائل الفلسطينيه كلها، الجهاد والشعبيه كلها اقرت ان الذي يتحمل مسؤوليه استمرار حتى الانقسام وعرقله اتفاقيات المصالح المتتاليه هي السلطه الفلسطينيه وتحديدا الرئيس محمود عباس. اذا نفذ السيد محمود عباس التزاماته باتفاقيات المصالح التي رعتها مصر باعتقادي ان حاله الانقسام ستنتهي. للاسف هنالك يعني رغبه من السيد محمود عباس بانهاء حركه حماس وب يعني اضعافها، فبالتالي يعني هذا ياتي على حساب استمرار حاله الانقسام. وللاسف يعني هذه العقبه الاساسيه التي يعني اذا ما يعني لينت حركه فتح من مواقفها تجاه باعتقاد انها ستنتهي ولن تعود. اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي عز الدين ابراهيم، كنت معنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.